أهلا بحضراتكم من جديد. رعب يجتاح العالم بعد إعلان السلطات المحلية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفلورونا، والتي تعني إصابة الشخص بفيروسي كورونا والإنفلونزا في ذات الوقت. القصة أصبحت أخطر بعد إعلان السلطات الطبية أن المصاب بفلورونا هو طفل، وأن هذه الحالة هي الأولى التي يصاب فيها طفل بالفيروسين معا. الجدير بالذكر أيضا أن الطفل أصيب بالفيروسين كورونا والإنفلونزا، وأصيبت والدته بفيروس كورونا بعد قضاء إجازة قصيرة بالمكسيك. إدارة الصحة في لوس أنجلوس سجلت أكثر من 20,000 إصابة بمتحور أوميكرون يوميا هذا الأسبوع، أي 3 أضعاف الحالات التي تم الإبلاغ عنها قبل أسبوع واحد. وفلورونا ليس مرض، لكنه مصطلح بيتم إطلاقه على الشخص المصاب بفيروسي الإنفلونزا الموسمية وكورونا في وقت واحد. أيضا الجدير بالذكر أن فيروس كورونا والإنفلونزا بيعد من أمراض الجهاز التنفسي التي يمكن أن تسبب أعراضا مشابهة مثل الحمى والسعال والتعب وسيلان الأنف والتهاب الحلق والإسهال، إلى جانب آلام في العضلات والجسد. يمكن أيضا أن تؤدي العدوى المزدوجة إلى الوفاة، على الرغم من أن شدة المرض بتعتمد على حد كبير على الجهاز المناعي للمصاب. أيضا بيعتبر العاملون في مجال الصحة وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكل فيروس. منظمة الصحة العالمية قالت إن الفيروسين ينتقلان بطرق متشابهة من خلال الرذاذ والجسيمات الموجودة في الهواء الجوي، الذي يمكن أن ينتقل عن طريق السعال أو العطس أو التحدث أو التنفس. إذن ماذا عن الوضع الآن في مصر؟ الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة قال إنه من المتوقع مع بداية شهر يناير الحالي أن يكون متحور أوميكرون هو السائد في مصر والعالم، وأن هناك دراسة حديثة ببريطانيا أكدت أن نسب دخول المستشفيات بسبب الإصابة بمتحور أوميكرون تراجعت بنسب بلغت 20%، ومن دخل المستشفى ممن أصاب بالمتحور الجديد لا ينتظر بها، كما كان الحال في المتحورات الأخرى. أيضا متحدث الصحة قال إن متحور أوميكرون سريع الانتشار، ولكن حدته وأعراضه أقل، كما أن نسب دخول المستشفيات قليلة أيضا، مشددا على أهمية تلقي اللقاحات واتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وتابع احتفلوا في أمان. أشار أيضا إلى أنه بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعاقدت وزارة الصحة على 20,000 جرعة من الدواء الجديد لكورونا، كما تعاقدنا على دواء آخر بعدد 50,000 جرعة لعدد 50,000 مصاب بفيروس كورونا. وأكد أن الطالب لا يستطيع دخول الجامعة إلا بعد حصوله على اللقاح، كما تابع أيضا أن الطالب الجامعي لن يسمح له بأداء الامتحانات إلا بعد تلقي اللقاح، لافتا إلى أن أكثر من 250,000 شخص تلقوا الجرعة التعزيزية، و35 مليون حصلوا على الجرعة الأولى، و22 مليون حصلوا على الجرعة الثانية. خلوني أنتقل مع حضراتكم إلى الوضع بالبرازيل. فبعد أن سجلت السلطات البرازيلية أول حالة وفاة بسبب الإصابة بمتحور أوميكرون، وهي لشخص تلقى في وقت سابق 3 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. هذا الشخص الذي توفي كان يعاني من أمراض مزمنة مثل ضغط الدم والالتهاب الرئوي، ويبلغ من العمر 68 عام. إلى هنا بتنتهي هذه التغطية الخاصة حول فلورونا ومدى خطورته التي تصل في بعض الأحيان وفي بعض الحالات إلى حد الوفاة. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء في تغطيات ومتابعات مستمرة على مدار اليوم. كنت مع حضراتكم أنا شطار، شكرا لكم وإلى اللقاء.